يا اللي قاعد اسوي سلحفاه برج من غير ما اطيح، والله من غير هاكات ولا مدات، سلحفاه برج يا عيال، والله ماني هاك، والله لجيت 100%. اوكي السلام عليكم، مقطع جديد من الخرافة. ان شاء الله بدورز في سيرفر هاي بيكسل. ففي المقطع ان شاء الله حنوريكم كيف تسوي سلحفاة بريدج، اللي هي الطريقة الجديدة اللي صنعتها لبناء البريدج. وديش بكل مقطع، اتمنى لا تنسى تنزل وتحط لايك وبرضه تحط سبسكرايب اذا ما كنت مشترك، وكومنت في اطار المقطع. والمفروض اني نقول حاجات كثيرة في المقدمة، بس انه ما عندي الحاجات الكثيرة اللي نقولها. الزبدة، خلينا ندخل الجيم الاول. اوكي الجيم الاول، وكالعادة لازم نجمع جولد عشان نحمي بدنا الرائع جدا. إحنا بدنا يلمع. الصوت الرائع دائما اللي أطلعه ما هو راضي يطلع عشان حلقي ناشف. الوضع مزري جدا. مو بمزري يعني، ما أدري يا عيال، سلكولي بالله. مخي غير واعي. تمام، الحين جينا لفكرة المقطع. كيف تسوي سلحفات بريدج بالطريقة الصحيحة؟ أول شيء دوس على الشيفت كده، بعدين دوس على الإس لين ما تشوف نفسك قاعد تطير كده، وكأنك قاعد تطير في الزاوية. بعدين دوس على الإس وتدوس على الدي وتأشر هنا في الوجه ده حق البلوكة، وتدوس على الرايت كليك رايت كليك رايت كليك رايت كليك. يا اللي قاعد اسوي سلحفاة برج من غير ما اطيح، والله من غير هاكات ولا مدات، سلحفاة برج يا عيال، والله ماني هاك، والله لجيت 100%. شوفوا كيف حشيل اليكس هادي، شوفوا كيف خلاص 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 خلاص. ابن جدك كان ودي انه اسوي الحركة، انه عارفين انه ترجع كده، ترجع قدام بعدين تجي ورا بعدين، او بسويها الحين. ها شوفوا كيف شفتوا كيف بلعتها كومبو، شفتوا قد ايش انا رائع، بس انه ما تزبط في التصوير. ما ادري يا اخي، لما اصور يصير فريماتي 70 و 70 جيده، شاشتي 60 هرتز اساسا، بس انه تجي وتخرب لي وكاني قاعد العب 10 فريمات، فلهذا السبب قاعدين تشوفون كائن نوب. الزبده، خلينا نطور الارمر. ودي اقول ملاحظه بخصوص السلحفات برج، في ناس كثيره ما تعرف الفرق بين سلحفات برج وحلزون برج، في فرق كبير جدا، فرق الارض عن السماوات. تحسبونهم نفس الشيء؟ لا لا ما هو نفس الشيء. الحلزون برج، هذا هو الحلزون برج، انك تبني كده، بس انه سلحفات برج هي انك تبني كده. شفتوا الفرق؟ السلحفات برج اسرع طبعا. ولازم تعرفوا انه الرد هنا. الى اللقاء، الى هذا، الى اللقاء. الزبده كان ودي اقول له نلتقي في الجنه، بس انه حسيتها ما هي جيده، بس وما قلتها عشان ما ادري، بس كان رائع. اصبر اقول لكم مميزات اكثر على السلحفات برج. او اصبروا قبل ما نقول مميزات، الرد هذا يحسب نفسه اقوى واحد في العالم، شاري دروع وما ادري ايش، مسوي غلبه. تعال بس اشيلك بسيف خشب، سيف خشب هذا، لا هذا ستون سار، اشيلك بستون سار. تعال، اوه 15 قلب. تعال الى هنا يا صغيري. يس فوز. لو ما سويت سلحفات برج ما كنت حفوز، بس انه عشان يسوي سلحفات برج بس. اوكي لقمت انا، عشان اثبت لكم انه سلحفات برج افضل برج في العالم. وشوفوا السلحفات برج المميز فيها، في احتماليه 0.001% انك تطيح في الفاي، فانا حغمض عيوني واقعد اناقز كده وما ادري ايش، ما حطيح نهائيا. السقوط بدايه النجاح، يعني اذا سقطت مره لا تفشل، بس انه في الفاست برج اذا سقطت مره مرتين ثلاثه اربعه خمسه سته عاد بتقتنع انك فاشل، ما عاد بتلعب ماينكرافت. فعشان تحافظ على سلامتك العقليه لازم انك تسوي سلحفات برج. بالله يا عيال، اللي يعرف شركه كذا يبغوني اكتب لهم سيناريوهات لاعلانات، والله اني عبقري في الاعلانات حرفيا، خليك تشتري منتج غصبا عنك. الحين اقول لك الوول افضل من الوود في التكسير في الله يلعنك الله يلعنك. شفتوا انا رائع، عندي مستقبل زاهر ان شاء الله في المستقبل. لا عندك مستقبل زاهر ان شاء الله في الماضي. هذا تاثير الصيام عليكم. ليفلك 45 وانا ليفل 118. شوف ابو شنب كلب، ابو شنب والله عصبت عصبت. ابلع 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 ابلع. موت موت موت، تستحق الحياه. الفاشل يتطوع على اسياده. يقول لي اصطفي ما ادري ايش، اتوقع يعني اخرس او ما ادري ايش، بس انه مين قال اخرس؟ والله لاخرس لك وجهك. تعال قال لك ايش؟ قال لك اخرس. السقوط بدايه نجاح. اوه نسيت احمي بدي، بالله كيف انسى الحاجه دي؟ بس انه شفته كيف شلته من غير ما يجي البدي حتى، اتوقع انه حاقد عليه عشان قلت ال على الرد، بس هو حرفيا ال، يعني ايش يسوي؟ يعني خاسر يعني هو خاسر. صفة تصف الشخص، بس ما قلت انا شيء غلط. وهذا ليفله ما ادري كم، 21.
وقاعد يشيلني. معقولة؟ معقولة أنا صرت ملطش الدرجة دي؟ أو الناس كلهم صاروا أقوية، أو إنه أنا ما أدري، أو إنه أنا ملقلق. إيوة والله نسيت العذر ده. إيوة أنا ملقلق يا عيال، إيوة والله جد أنا ملقلق حرفيا. ما هو عد، ها شوفوا احسبوا كم من تانية اللاعب، 5 مليون تانية. ما شافني يا عيال، ما شافني القبيح هذاك. روح للنص، النص فيه حاجات جيدة. روح خد راحتك، خد النص، خد الإمرالد، خد الدايموند. أهم شيء إنه لا تجي لبدي، أو غالبا ما حيجي لبدي. فا لا لا، انتحر انتحر انتحر. لا مو هو اللي انتحر، فأنا اللي حنتحر، عشان في احتمالية 99.9% إنه يجيني. أوه شال بدو، والله إنه أسطورة. شيله شيله شيله، ما أبغى شيله. يا أخي اديتك فاينل مجانا، شيله. هذا هو في النص، خلنا نخلي سندويتش كعادي يشيلك تشيله، او انا حشيلكم انتوا الاثنين، والي اللي قاوا وافوز الجيم. هذه استراتيجيات الحرب خدعة. فبس اتوقع انه حنهي المقطع هنا، وان شاء الله قدر الامكان انه احاول انه استمر على التنزيل يومي، انزل يوميا، واذا قدرت انزل مقطعين في اليوم عاد بنزل مقطعين في اليوم، بس انه غالبا ما حقدر. فبس هذا كان المقطع، اتمنى لك السبسكرايب والكومنت، وسلام من الاله الواحد عليكم اجمعين مجتمعين، وصح فطوركم وسحور. كيف تخلي المقطع 10؟ اوكي للقاء للقاء.